بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مراجعة شاملة وكافية في الرياضيات للفرض الأول للفصل الأول للأولى ثانوي أنصحكم أبنائي بمتابعة الفيديو نقطة بنقطة لأنه تحدثنا فيه حول هذا الجزء الأول وعندنا كذلك الجزء الثاني وعندنا الجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس كلهم في فيديو واحد وتابعه نقطة بنقطة عسى ولعل إن شاء الله تتحصلون على عشرون إذا ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد والحساب للسنة الأولى ثانوي إذا حيث يقول نص التمرين قال تعطى الأعداد التالية اثنان فاصل خمسمائه وثلاثه عشره قوة ناقص اثنان خمسه في عشره قوة ناقص ثلاثه واثنان على خمسه وواحد على سبعه وجذر اه اثنان وجذر اه صفر فاصل اربعه وستون وجذر جذر جذر مئتان وسته وخمسون ناقص سبعه على اثنان في عشره قوة ناقص اثنان وصفر فاصل صفر سبعه وعشرون على ثمانيه فاصل واحد وجذر اه اه اربعه ب قال ما هي الاعداد العشريه من هذه الاعداد ثانيا ما هي الاعداد الناطقه غير العشريه ثم ثالثا قال ما هي الاعداد غير الناطقه اذا ننطلق على بركه الله في الشرح المفصل اذا ننطلق في الاجابه على اول سؤال ما هي الاعداد العشريه اذا نكتب هنا الاعداد لاحظ العشريه نحن نعلم ابنائي ان مجموعه الاعداد العشريه يرمز لها ب دي يعني ديسيمال عشرية. هذا حتى نفهم جيدا إذا نقول هنا رمز مجموعه الاعداد العشريه لاحظوا جيدا نقول الاعداد العشريه هكذا كتعريف الاعداد العشريه هي كل عدد يكتب هذا هو الشرط يكتب على الشكل، لاحظوا أي شكل سوف يكتب أبناء، يكتب على شكل أ في عشرة قوة إن مع، لاحظوا جيدا، مع هنا شرطان، مع إن عدد كيف هو؟ عدد صحيح، كيف عدد صحيح؟ معناه يمكن أن نجد هنا ناقص اثنان، اثنان ناقص أربعة، هكذا وأشبه ذلك. إذا كما قلت قلت هذا آن يكون عدد صحيح يعني اثنان أربعة خمسة ستة أو ناقص اثنان ناقص ثلاثة أو صفر المهم عدد سالب والعدد الموجبة مع كذلك أنه آ آه كيف يكون هذا شرط أنه آ آه يكون عدد كيف هو عدد عدد عشري لاحظوا حيث حيث يحق يحقق آ آه يكون محصور لاحظوا محصور ما بين هنا الواحد وأقل تماما من عشرة هذا آ قلنا هو عدد عشري يعني اثنان فاصل خمسة ثلاثة فاصل وكذا وكذا المهم عدد عشري يعني فيه الفاصلة يكون محصور ما بين الواحد يعني يمكن أن يصل إلى الواحد لأن أكبر أو يساوي الواحد وأصغر تماما من العشرة أظن أن الفكرة قد وصلت الآن من خلال هذه الأمثلة سوف ندعم كل الأفكار لاحظوا ننطلق بالمثال الأول هذا اثنان هل ينطبق عليه هذا نعم إذا عندنا اثنان فاصل وثلاثة عدد كيف هو عدد عشري لماذا أليس مكتوب من الشكل آ في عشرة هو آن هنا هذه أ آه ها هو أ آه بنفسه ينطبق أليس هذا ينتمي إلى هنا؟ نعم إنه ينتمي يعني اثنان فاصل خمسمائة وثلاثة في عشرة قوة ماذا؟ قوة صفر وعشرة قوى صفر معروف إنها واحد إذا هذا عشري عندنا كذلك المثال الآخر ألا وهو ماذا؟ عشرة قوة ناقص اثنان عشرة لاحظوا عشرة قوة ناقص اثنان كذلك هو ماذا هو عدد عشري يقول أحدكم لأنه في الأصل هو واحد في انظروا إنه ينطبق عليه هذا المثال أنه الآن في هذا المثال كم الآن هو ناقص اثنان لأن قلنا الآن ما هو عدد صحيح إذا هذا كذلك عندنا كذلك هنا خمسة في عشرة قوة ناقص ثلاثة خمسة في عشرة قوة ناقص ثلاثة ينطبق عليها هذه الكتابة، لاحظوا، لماذا؟ لأن هذا عدد عُشري، لأنه عدد طبيعي، العدد الطبيعي أو العدد الصحيح هو عدد عُشري، وهذه في عشرة قوة آن، الآن هنا عندنا كم؟ إنه ناقص ثلاثة حتى نفهم الفكرة. عندنا كذلك أبنائي، لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم، إذا هذه هي القاعدة التي نطبقها مع آن عدد صحيح و آ عدد عُشري، ركزوا معي أرجوكم حتى تتعلموا. عندنا المثال الآخر لاحظوا خن... اه... اثنان على خمسة اثنان على خمسة هذه في الأصل ماذا هي؟, هي صفر فاصل أربعة صفر فاصل أربعة هذه لو نطبق عليها هذه الخاصية ما هي تصبح تساوي ماذا أربعة في عشرة قوى ناقص واحد هل انطبقت علينا هذه الكتابة نعم حيث ماذا حيث هذا العدد ينطبق هنا إنه محصول ما بين الواحد والعشرة وهنا الآن كم هو ناقص واحد فقط أبنائي أظن أن الفكرة قد أصبحت يعني تترسخ في أذهانكم ثم بعدها نأتي الآن إلى المثال الآخر لاحظوا جيدا عندنا جذر هذا نتركه أكيد لا يكتب على هذه الصيغة لأن قسمة غير هذه انظروا جيدا وتابعوا معي أرجوكم حتى تفهموا جيدا إذا قلت عندنا كذلك أبنائي اللي هو واحد على سبعة واحد على سبعة لو نلاحظ جيدا يا أبنائي لاحظوا بالآلة الحاسبة كم يصبح ها آه هو يظهر أمامكم لاحظوا إنها قسمة غير تامة لاحظوا جيدا وإنها قسمة لو نلاحظ جيدا إنها دورية لاحظوا واحد أربعة اثنان خمسة سبعة ثم آه خمسة سبعة ثم واحد أربعة اثنان لاحظوا إنها قسمة دورية إذا هذا أكيد سوف يصبح عدد كيف هو إنه عدد ناطق إذا هذا يصبح عدد ناطق لأن لاحظوا القسمة هنا غير تامة أصلا لو نلاحظ أولا هذا كذلك سوف نتركه لأن ماذا؟ لأن لو نأتي الآن إلى نص التمرين ماذا قال؟ لاحظوا جيدا نعود إلى نص نص التمرين لنا أن نجيب على ما هي الأعداد الأعداد الناطقة غير العشرية وما هي الأعداد غير الناطقة سوف نجيب عليهم كليا هنا إذا هذا ماذا يصبح؟ يصبح ناطق هذا ماذا يصبح جذري إنه أعداد عدد جذري معناه عدد جذر اللي هو ماذا عدد حقيقي الآن نأتي إلى هذا هذا إحذر الكثير يقول إنه حقيقي فقط يعني ليس بمثلا عشري لا احذروا نأتي الآن إليه ونلاحظ مع بعض لو نأتي إلى هذا العدد اللي هو صفر فاصل أربعة وستون إنه ماذا ألا تلاحظون يا أبنائي إنه يكتب على الشكل هذا اللي هو أربعة وستون في عشر قوة ناقص اثنان الآن هذا يخرج بماذا؟ يخرج لنا بثمانية في هذا يخرج لنا بماذا؟ في عشر قوة ناقص واحد إنه مكتوب على هذا الأمر انظر ماذا إذا هذا عدد كيف هو عشري أحدهم كذلك عندنا العدد الذي بعده لاحظوا جيدا عندنا هذا الجذر الذي يظهر هو معقد ويظهر كذا وكذا لا لكن سوف نقوم بتبسيطه هذا في الاصل ما هو في الاصل هو لو ننزع هذا الجذر سبحانه هو جذر ركزوا جيدا الجذر 16 لو ننزع الان هذا الجذر ماذا يصبح يصبح لنا الجذر كم أربعة جذر أربعة انه اثنان اثنان هذا في الاصل هو اثنان في عشرة قوى صفر هل هو مكتوب على هذه الصيغه نعم انه مكتوب على هذه الصيغه اذا هو عدد كيف هو عدد عشري فقط بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نأتي الآن إلى المثال الذي بعده تابع نقطة نقطة أبنائي كي تتعلم عندنا ناقص سبعة على اثنان في عشر قوة ناقص اثنان لو يصعد هذا إلى هنا معروف أن أي عدد إذا انتقل من المقام إلى البسط أو العكس يغير إشارة القوة إذا فتصبح أنا ماذا ناقص سبعة على اثنان في ماذا؟ 10 قوة 2 معناها تصبح لنا ناقص 700 على 2 وتساوي ناقص 350 نريد كتابتها على هذه الصيغة فماذا يصبح؟ يصبح لنا ناقص 3.5 في 10 قوة 2 يقول أحدكم لم أفهم يا ابنائي يكون عددا عشريا إذا كتب على هذه الصيغة انظروا الصيغة أ آه. في 10 قوة آن مع أ عدد محصور ما بين واحد وأقل من 10 إذا هذا كتبناه على هذه الصيغة، إذا فيصبح لنا ماذا؟ فيصبح لنا عدد كيف هو؟ عدد عشري فقط. العدد الذي نجد قسمته غير تامة وهو ليس بجذر فيكون عدد ناطق، حتى نفهم جيد الفكرة. إذا ثم عندنا هذا العدد. هذا العدد اللي هو 0.027 على ماذا؟ على 8.1. هذا العدد لو نأتي إليه كذلك نجده قسمة غير تمام معناه لا يكتب إذا هذا عدد كيف هو عدد ناطق لأن لا يمكن لو نلاحظ لا يمكن كتابته على الشكل الذي قلنا عليه اللي هو أ في عشرة قوة أن مع أ قلنا محصور ما بين الواحد والعشرة وأن عدد كيف هو صحيح حتى نفهم هنا الفكرة إذا لو نقوم بقسمة هذا العدد لا نجده قسمة غير تامة مثل ما حسبنا واحد على سبعة فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى العدد الأخير اللي هو جذر 4 بي هذا له الحق أكيد أن يخرج إلى ونصبح لنا اثنان جذر بي ولكن بي جذر اولا الجذر وهذه القيمه يعني لا يمكن ان نستخرجها مثل جذر اربعه تصبح لنا اثنان لا لان جذر اربعه يا ابنائي لو ناتي اليه هو اثنان وهذا يصبح لنا عدد طبيعي حتى نفهم جيدا اذا لا نتعجل لما نرى الجذر لا بالدرجه الاولى انه اولا بي هو عدد كيف هو حقيقي وتخيل نضيف له جذر فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا عدد حقيقي اذا هذا ماذا؟ هذا عدد غير ناطق الاعداد الحقيقيه مثل الاعداد الصماء اللي هي الجذور هي اعداد غير ناطقه انما هي اعداد حقيقيه اذا فلاحظوا جيدا هذا عدد غير ناطق وهذا عدد ناطق اسمعوا جيدا وهذا عدد غير ناطق فقط ها قد يعني الآن أنهينا هذا التمرين يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين أبناء الطلبه سنقوم بانجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاعداد والحساب من احد اختبارات الفصل الاول للاولى ثانوي رقم اثنان حيث انصح بشعبه العلوم والتكنولوجيا وشعب الادب قال آه نعتبر العددين الطبيعيين التاليين x يساوينا ألف و مئتان يساوينا خمسة ألف و وتسعون واحد حلل كلا من العددين x وإجرج إلى جداء عوامل أولية ثانياً أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين x وإجرج ثم قال ثالثاً اختزل الكسر اللي هو خمسة ألف و وتسعون اللي هو نفسه وإجرج وعلى ماذا على 1200 اللي هو نفسه إكس، يعني يمكن أن يقول أختزل الكسر إكس على إكس، ثم رابعا قال عين طبيعة العدد جذر إكس في إيكغراك، ثم خامسا وأخيرا قال عين القيمة المضبوطة للعدد جذر 5292 اللي هو جذر إيكغراك، ناقص جذر 2000 و1200 اللي هو جذر اكس يعني هنا كان قدر يقول قادر ان يقول عين القيمه المضبوطه للعدد جذر ي ناقص جذر اكس اذا لننطلق على بركه الله في الشرح المفصل اذا ننطلق في الاجابه على اول سؤال حل الكلا من العددين اكس و الى جداء عوامل الاوليه اذا نكتب هنا تحليل اذا تحليل العددين من هما العددين اكس و إلى جداء عوامل كيف هي أولية؟ لاحظوا جيدا، أولا ما هي العوامل الأولية؟ يعني الأعداد الأولية. الأعداد الأولية المشهورة إنها اثنان، لاحظوا جيدا، وعندنا الثلاثة، وعندنا الخمسة، وعندنا السبعة، وعندنا الأحد عشر، وعندنا الثلاثة عشر، وعندنا السبعة عشر، وهكذا. معناها هي الأعداد التي لا يوجد لها قاسم إلا نفسها والواحد فقط. لو نأتي إلى الأربعة تقبل القسمة على اثنان وتقبل القسمة على أربعة وعلى واحد أما هذه الأعداد التي تلاحظونها هنا تقبل قسمة إلا على نفسها وعلى الواحد هذه الأعداد الأولية لاحظوا جيدا الآن نأتي إلى التحليل ننطلق بالإكس إكس كم أعطي لنا إذا إكس أعطي لنا اللي هو ألف إذا هنا نضع خط هكذا حتى تتعلموا نكتب هنا ألف ومئتان ننطلق بأول عدد هو نقسم على اثنان إذا نقسم هنا على اثنان أكيد سوف نجد بالآلة الحاسبة 600 ثم نعيد مرة أخرى نقسم بالاثنان إذا نقسم على الاثنان تصبح لنا 300 نقسم مرة على الاثنان 100 وماذا و 50 نقسم على اثنان تعطي لنا 75 الآن لو نقسم على اثنان لنجد بالفاصلة لما نجد بالفاصلة مباشرة لا نبقى مع الاثنان نتحرك إلى العدد ثلاثة ولا نفكر نعود أصلا إلى الاثنان مهما كان هنا التحليل يعني الاثنان لأن انتهى دوره بعدما نقسم الآن 75 تقسيم اثنان نجد الفاصلة مباشرة نتحرك إلى العدد الذي جاء مباشرة بعد اللي هو الثلاثة نقسم الآن على العدد ثلاثة فنجد أنها تساوينا كم؟ 25 خمسة وعشرون نعيد القسمة على ثلاثة نجد بالفاصلة لما نجد بالفاصلة مباشرة نذهب إلى الخمسة والاثنان مستحيل نعود إليه لأن أمرها قد اتخذ من الأول يعني انتهى أمرها نقسم الآن على خمسة نجد ثلاثة نجد بالفاصلة مباشرة نقسم على خمسة 25 وعشرون تقسيم خمسة تعطينا خمسة خمسة تقسيم خمسة تعطي لنا واحد إذا ماذا يمكن أن نقول نقول أن هذا الإكس إكس يساوي ماذا؟ يساوي لنا اثنان في اثنان في اثنان في اثنان كم؟ اللي هو اثنان أس أربعة لأن تقول قاعدة جمع الأسس في ماذا؟ في ثلاثة في ماذا؟ في خمسة لاحظوا جيدا قلت في خمسة مربع إذا لاحظتم معناه لما لو نضرب اثنان قوة أربعة في ثلاثة في خمسة مربع سوف نجد ألف ومئتان حتى نفهم الفكرة جيدا هذا الامر يقول احدكم وفي ورقه الاجابه هل نكتب هذا الامر؟ نعم يجب ان يكتب والا من اين اتيت بهذا التحليل يا ابنائي فقط. بعد ما انهينا الان مع الاكس ناتي الان الى الايكريك، الايكريك نفس الشيء. اذا جئنا الان الى ايكريك نكتب هنا ايكريك يساوي لنا وإثنان 5292 نفس الخطه نتخذها هكذا وننطلق في نكتب العدد اللي هو 5000 ومئتان واثنان وتسعون أول عدد نقسم عليه قلنا هو الاثنان لما قسمنا على اثنان وجدنا أن تساوينا الفين وستمائة وستة وأربعون نعيد القسمة مرة على الاثنان فنجد ألف وماذا وثلاثة وعشرون أكيد الآن نقسم مرة أخرى على الاثنان فنجد بالفاصلة فنذهب مباشرة إلى العدد الذي جاء بعده اللي هو العدد الأولي نقسم الآن على ماذا على الثلاثة نقسم ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون على ثلاثة فنجد ماذا؟ فنجد أربعمائة وواحد وأربعون نعيد مرة أخرى القسمة على ثلاثة ونلاحظ إذا جاءت الفاصلة مباشرة ننتقل إلى الخمسة فوجدنا أنها مازال تج... نجدها أنها تساوي مئة وسبعة وأربعون نعيد مرة أخرى القسمة كذلك على ثلاثة بالآلة الحاسبة فسوف نجد ماذا؟ فسوف نجد تسعة وأربعون نقسم الآن تسعة وأربعون على ثلاثة فنجد الفاصلة، فننتقل إلى الخمسة، نقسم تسعة وأربعون تقسيم خمسة نجد بالفاصلة، فنتركها، نتحرك الآن إلى العدد سبعة، إذا هنا نقسم على سبعة، تسعة وأربعون تقسيم سبعة أكيد النتيجة سوف تعطي لنا سبعة، نعيد القسمة على سبعة، يصبح لنا سبعة تقسيم سبعة إنها واحد، الآن ماذا يمكن أن نقول على الإيكريك؟ إذا يصبح لنا إيكريك يساوينا ماذا؟ يساوي اثنان في اثنان اللي هي اثنان مربعة في ماذا؟ ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة اللي هي كم؟ ثلاثة ماذا؟ مكعب، ثم عندنا سبعة في سبعة اللي هي في سبعة ماذا؟ سبعة مربع، هذه هي الآن تحليل إلى جداء عوامل أولية، ها هي جداء عوامل أولية لأن الاثنان عدد أولي والثلاثة عدد أولي والخمسة عدد أولي والسبعة عدد أولي هذا هو الإجابة على هذا السؤال فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين X و يعني المقصود هنا حساب البي جي سي دي إذا نمكن أن نكتب هنا حساب البي جي سي دي اللي هو القاسم المشترك الأكبر للعددين X و لاحظوا جيدا اذا نقول بي جي سي دي لمن لي اكس يساوي ماذا تقول القاعدة هنا انتبهوا. أمر جد جد بسيط لكن يحتاج إلى الانتباه للأخذ بي جي سي دي لعددين ما قمنا بتحليلهما إلى جداء عوامل أولية نتخذ أو نأخذ العناصر المشتركة العناصر المشتركة ما بين التحليل لإكس X و بأقل أس لاحظوا هنا الأربعة آه الاثنان عندها أس أربعة وأس اثنان بأقل أس بأقل أس معناه اثنان مربع في عندنا الثلاثة كذلك عنصر مشترك ما بين التحليلين تحليل X وتحليل Y لكن بأقل أس لا نأخذ ثلاثة أس ثلاثة نأخذ في ثلاثة أس واحد أعيد البي جي سي دي لما نجد العدد الاعداد العددين محللين الى جداء عوامل اوليه ناخذ العناصر المشتركه فقط باقل اس ذكر هناك هنا عندنا اثنان اس اربعه واثنان اس اثنان ناخذ الاصغر اللي هو اثنان اس اثنان الثلاثه عندنا الثلاثه اس واحد وثلاثه اس ثلاثه باقل اس هي الثلاثه اما الخمسه والسبعه انها عناصر غير مشتركه فلا ناخذها فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا البي جي سي دي لمن؟ لإكس وإيكريك يساوي لنا كم؟ هذه أربعة في ثلاثة إنه العدد ماذا؟ إنه العدد إثنى عشر فقط أبنائي. الآن هذا فيما يخص البي جي سي دي. نجدها في بعض الأسئلة الأخرى يقول أحسب المضاعف المشترك الأصغر اللي هو نسميه ال بي سي إم مثلا لإكس وإيكريك. هنا الأمر معكوسين، ماذا تقول قاعدة؟ تقول نأخذ العناصر المشتركة وغير المشتركة بأكبر أُس. لاحظوا جيدا، المشتركة ها هي أمكم. عندنا أولا اثنان أُس أربعة واثنان أُس اثنان أُس أربعة واثنان أُس اثنان. نأخذ الأكبر يعني نأخذ هذا. إذا تصبح هنا اثنان أُس أربعة. في عندنا هذا الثلاثة عنصر مشترك. عندنا ثلاثة أس ثلاثة وثلاثة أس واحد نأخذ الأكبر اللي هي ثلاثة أس ثلاثة قلت والعناصر المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس عندنا الخمسة غير مشترك لكن نأخذه بأكبر أس يعني خمسة مربع في عندنا السبعة كذلك عنصر غير مشترك نأخذه بأس بأكبر أس إنه الاثنان يعني هذا هو البي بي سي أم ونجده دائما البي بي سي أم يكون أكبر من البي جي سي دي حتى نفهم الفكرة جيدا أبنائي اذا الفرق ما بين البي جي سي دي والبي بي سي البي جي سي ناخذ العناصر المشتركه باقل اس موجود في التحليل والبي بي سي ام ناخذ الاعداد المشتركه عناصر مشتركه وغير مشتركه باكبر اس لاحظوا هنا هذا العدد اكيد سوف ياتينا عدد كبير جدا فقط ابنائي ناتي بعدها ابنائي الى السؤال الاخر قال اختزل الكسر اذا نكتب هنا اختزال عفوا اذا قلت اختزال من الكسره الذي اعطي لنا ما هو ها هو ابنائي اللي هو هذا الكسر انظروا جيدا ها هو الكسره لاحظوا الا تلاحظون ان هذا الكسر هو نفسه Y على اكس نعم هذا انه Y وهذا انه اكس نحن ماذا نملك نقول لدينا ان البي جي سي دي لإكس وإيكغيك ما هو الإكس وإيكغيك اللي هو ألف ومئتان وخمسة آلاف ومن أو نكتب الأصغر والأكبر أه الأكبر ثم الأصغر لا يهم إذا صبح لنا ماذا صبح لنا هكذا لاحظوا إذا صبح لنا خمسة آلاف ومئتان واثنان وتسعون بجي سي دي لهذا وألف ومئتان كم وجدناه وجدناه أنه يساوينا إثنى عشر هذا ماذا يعني يعني أنه خمسة آلاف واثنان و مئتان واثنان وتسعون على لاحظوا جيدا على الف ومئتان بما ان هذا الاثنى عشر هو البي جي سي دي لهما اللي له هو القاسم المشترك الاكبر فانه يقبل القس يقبلان القسمة عليه يعني هنا يمكن ان نقسم على اثنى عشر وهنا على اثنى عشر هذا هو البي جي سي دي معناه العدد هذا الذي نجده يقاسم لكلا من هذا العدد وهذا العدد الآن لما نقسم ليس في قل تقسيم فتصبح لنا ماذا بالآلة الحاسبة يعني يقوموا بقسمة 5292 على 12 سوف نجد ماذا 441 و وفي المقام أكيد سوف نجد 100 ها هو اختزل الكسر حتى تفهموا الفكره ويصبح هذا العددان اللي هو مئة و وأربعون مع 100 عددان اوليان فيما بينهما اي ماذا اي ان البي جي سي دي لمن؟ ل 441 و وماذا و100 يساوي لنا واحد الكسر بعدما يتم اختزاله يصبح العددين العدد الموجود في البسط والعدد الموجود في المقام اوليان معنى ما معنى اوليان معناها القاسم المشترك الأكبر بينهما ما هو إلا العدد واحد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال قال السؤال الذي بعده عين طبيعة العدد جذر X في Y إذا نقول هنا رابعا تعيين من طبيعة العدد من هو العدد الذي هو الجذر X في Y تحت الجذر إذا جذر X في Y إذا فنقول هكذا جذر إكس في إيكغيك يساوي لنا الجذر لاحظوا جيدا جذر إكس نأخذ قيمه محللة ها هي أمك ها هو في في إيكغيك الإيكغيك ها هي قيمه محللة لاحظوا جيدا ها هي حتى تفهموا الفكرة نستعمل تحليل إلى إلى عوامل أولية هكذا تصبح تساوي لنا لاحظوا نقطة نقطة كي نتعلم أبنائي لاحظوا أولا عندنا اثنان أس أربعة في اثنان أس اثنان تقول القاعدة بما أن الأمر متعلق في نجمع الأسس فتصبح لنا اثنان أس ستة في ثلاثة في ثلاثة أس ثلاثة اجمعوا الأسس تصبح لنا ثلاثة أس أربعة ثم عندنا خمسة أس اثنان لا يوجد لها أخت يعني تصبح لنا هي خمسة أس اثنان عفوا أس أس قلت اثنان وعندنا السبعة لا يوجد لها إذا تبقى لنا السبعة أس اثنان لكن نحن نعلم ماذا تقول القاعدة إذا كان عندنا مثلا هكذا مثلا أ أس اثنان آن مع أ يجب أن يكون أ قيمة موجبة هذا ماذا يساوينا ركزوا جيدا يساوي أرجوكم اسمعوا جيدا يساوينا أ أس آن إذا كان عندنا عدد قوته موجبة تحت الجذر فنقوم بقسمه تلك القوه ونخرج ونخرجه من الجذر واخرجه من الجذر اذا تصبح لنا هكذا تصبح تساوي لنا اثنان هذه القوه كم سته قوموا بقسمتها على اثنان تصبح لنا قوه ثلاثه ثم هذا قوته كم اربعه قوموا بقسمه القوه على اثنان واخرجوا العدد من تحت الجذر تصبح لنا ثلاثه اس اثنان ثم عندنا خمسه اس اثنان اقسم الاثنان على اثنان تصبح لنا في خمسة اس واحد وخمسة اس واحد لا داعي ان نكتب الواحد لان تقرأه خمسة اس واحد والسبعة قوتها كم اثنان قوموا بقسمتها على اثنان تصبح لنا قوة واحد الان هذا العدد لما نقوم بحسابه يعني بالآلة الحاسبة سوف يعطي لنا ماذا؟ يعطينا 2520 فقط أبنائي حتى نتعلم، إذا أعيد حتى تفهموا الفكرة العامة، إذا أولا ضربنا هذه القوى في بعضها البعض قلنا اثنان أس أربعة في اثنان مربع جمع الأسس لنا اثنان قوة ستة هذا العدد قوة ستة ما هو؟ قوموا بقسمته على اثنان واستخرجوا العدد من تحت الجذر بعدما كانت قوة ستة تصبح لنا كم؟ قوة ثلاثة تصبح لنا اثنان قوة ثلاثة هذه قوة أربعة تصبح لنا قوة اثنان هذه قوة اثنان تصبح, قوة, إثنان. قوة, إثنان. تصبح قوة واحد وهذه قوة يقول أحدكم وإذا كانت قوة عشرون تخرج بقوة عشرة هكذا قد يعني استخرجنا ماذا طبيعة هذا العقائل ما هو طبيعته الآن نقول الآن طبيعة العدد من اللي هو جذر x في y هو عدد ما هو طبيعي لماذا لأن هذا ما هو إلا عدد طبيعي فقط يعني حتى نفهم جيدا هل كل عدد طبيعي عدد صحيح نعم هل كل عدد صحيح عدد طبيعي لا لأن الأعداد الصحيحة هي الأعداد السالب حتى نفهم جيدا فقط ابنائي ناتي بعدها الان الى خامسا قال عين القيمه المضبوطه للعدد اذا نكتب هنا تعيين من القيمه المضبوطه لمن للعدد من هو العدد ها هو العدد الذي اعطي لنا اللي هو يظهر انه هو اي ناقص اكس أليس كذلك؟ انظروا هذا هو العدد يعني جذر Y ناقص جذر إكس حتى نفهم الفكرة جيدا هكذا وانتبهوا معي أرجوكم الآن نتابع فنقول هكذا نقول جذر خمسة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ناقص جذر ماذا؟ ألف ومئتان يساوي اللي هي نفسها جذر Y ناقص جذر إكس يعني يظهر هذا ويساوي الآن جذر تس وتساوي جذر إجرج ما هو؟ الآن نعطي العبارة بقيمة محللة. ها هي جذر إجرج. تابعوا جيداً. نأخذ الآن عوامل محللة هذه هكذا. ناقص ماذا جذر إكس. جذر إكس ها هو كذلك عندنا الإكس بقيمة المحللة إلى جذر عوامل أولية ها هو أمامكم. لاحظتم؟ الآن ماذا يصبح؟ يصبح لنا يساوي. هذا له الحق. أن يقسم، تقسم قوته على اثنان ويخرج من الجذر فيصبح لنا اثنان. نترك بعض الأمور وهذا السبعة هنا عندنا قوة اثنان تصبح لنا في قوة سبعة قوة واحد. نترك الذي بالداخل ثم نلاحظ. ثلاثة أس ثلاثة سوف نتحدث عنها. ناقص كذلك نأتي الآن إلى هذا تقسم قوته ويخرج. يصبح لنا اثنان عفوا 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 نضع هنا الجذر هكذا. إذا هذا قلنا يخرج بماذا؟ اثنان أس اثنان وهذا يخرج بخمسة في خمسة لأن قوته كانت اثنان تصبح لنا تقسم على اثنان في ماذا؟ في جذر ثلاثة يبقى لنا الإشكال مع هذه الآن نحن نعلم أن ثلاثة أس ثلاثة ما هي في الأصل؟ هي ثلاثة مربع في ثلاثة لو نضع هنا الجذر ونضع هنا الجذر لأن الثلاثة عدد موجب فهذا ماذا يحدث له؟ يخرج من الجذر بما انه قوة اثنان يخرج لنا بقوة واحد والجذر ثلاثة الاخرى سوف تبقى هذا ليس له الحق ان يخرج من الجذر الان ما رأيكم ان نأتي هذه القيمة ونعوضها في هذا المكان لما نعوضها في هذا المكان ماذا ينتج ينتج لنا هذا الامر تصبح لنا في ثلاثة في جذر ثلاثة لم افعل شيء تصبح تساوي لاحظوا نقطة نقطة قمت بعملية التحليل يعني قوة الثلاثة هذه قمت بتفكيكها هي قوة اثنان في واحد في ثلاثة أس واحد معناه ثلاثة أس واحد تبقى تحت الجذر لكن ثلاثة أس اثنان خرجت فأصبح ماذا؟ فأصبح لنا هذا هذا في هذا كم؟ يصبح لنا ستة في سبعة اللي هو اثنان وأربعون جذر ثلاثة ناقص هذا أربعة أربعة في خمسة كم؟ إنه عشرون في ماذا؟ في جذر ثلاثة الآن يمكن أن نستخرج جذر ثلاثة كعامل مشترك تصبح لنا هكذا بحنا اثنان واربعون ناقص عشرون في جذر ثلاثة لأنه استخرجناه عامل مشترك يصبح لنا هذا كم إنه اثنان وعشرون جذر ثلاثة قال القيمة المضبوطة ها هي القيمة المضبوطة اللي هي اثنان وعشرون جذر ثلاثة وهذه قيمة موجبة حتى نفهم جيدا لو قال مثلا واستنتج واستنتج أن إيغريك أكبر من إكس لاحظوا جيدا انظروا إلى هذه القيمة التي وجدناها إنها قيمة كيف هي قيمة موجبة تماما ونحن ماذا قمنا بعد حتى نفهم جيدا هذا ووضعنا هنا الجذر وهنا الجذر هكذا حتى تفهمان الآن لاحظوا جيدا بما أن هنا قال مثلا يقول استنتج استنتج أنه أكبر من إكس عندنا نحن جذر Y ناقص جذر إكس أكبر من الصفر يصبح لنا هذا ننقله إلى هنا يصبح لنا جذر Y أكبر تماما من جذر X بما أن X و عدد وعدد أعداد موجبة فيصبح لنا Y أكبر من X فقط يعني هذه تحدثنا عن خارج عن التمرين لكن مرات يقول أيهم أكبر أو قارن بين العدد استنتج مقارنة بين العدد العددين x و y نستنتجها من خلال هذا الفرق الذي قمنا بحسابه مع أن x و أعداد موجبة يا أبنائي وهي موجبة تماما في هذا التمرين وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم ثلاثة حيث قال أ عدد حقيقي موجب حيث أ مربع يساوي صفر فاصل أصفار أربعة الكل قوة ثلاثة في واحد وثمانون وهنا عندنا ثمان أصفار على صفر فاصل ست أصفار اثنا قوة أربعة قال أكتب أ قوة اثنان على شكله العلمي ثم أوجد قيمة أ إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذا ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال أكتب أ مربع على شكله العلمي إذا نكتب هنا عنوان كتابة أ مربع على شكله ماذا ال علمي ركزوا هنا ارجوكم نقطه نقطه ابنائي ننطلق اولا بهذا العدد نكتبه كتابه لاحظوا عندنا صفر فاصل قلنا تسعة اصفار واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه اربعه هكذا يساوي عندنا الفاصله اين هي الفاصله في هذا المكان نزيحها الى غايه هنا يعني كم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تقول قاعدة إذا أزيحت الفاصلة بهذا تصبح لنا هنا أربعة في عشرة قوى ناقص كم؟ ناقص عشرة أرجو قد فهمتم الحالة الأولى إذا لما تكون الفاصلة هنا وتزاح كذا نقول عشرة قوى ناقص عندنا كذلك عندنا واحد وثمانون وثمان أصفار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تصبح تساوي عندنا الفاصلة أين هي ها هي إلى هنا نزيحها إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان كم يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تقول قاعدة إذا أزيحت الفاصلة هكذا نقول واحد وثمانون في عشرة قوة زائد كم زائد إذا قلت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا قوة ماذا قوة زائد ثمانية إذا هكذا عشرة قوة ناقص وهكذا عشرة قوة زائد حتى نفهم جيدا نأتي كذلك إلى صفر فاصل ست أصفار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنى عشر يساوي الفاصلة هنا نزيحها إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان فتصبح لنا كم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معنا تصبح لنا ماذا تصبح لنا اثنى عشرة قلنا بما ان هكذا عندنا اشارة ناقص تصبح لنا عش... اثنى... اثنى عشر في عشرة قوة ماذا هو ناقص ثمانية الان بعدما وضعنا هذا الامر تصبح لنا آ آه مربع يساوي نضع هاك أفوان. نضع هذا خط الكسرة ونأتي كل واحد هذا الذي تلاحظونه سوف نضعه هنا ولا ننسى أنه ثلاثة تصبح لنا أربعة في عشرة قوة ماذا قوة ناقص عشرة الكل ماذا الكل مكعب في ماذا في واحد وثمانون في عشرة قوة ماذا قوة ثمانية وعندنا المقام الذي هو يصبح لنا كذلك اثنى عشرة في عشرة قوة ماذا قوة ناقص ثمانية الكل ماذا الكل قوة أربعة تساوي ركزوا هنا نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل الآن تصبح لنا عندنا قاعدة تقول قوة القوة قوة القوة يعني لما تكون عندنا a أو إكس مثلا إكس قوة أ الكل قوة ماذا قوة ب تساوينا إكس قوة أ في b يعني قوة القوة تساوي جدا القوتين لاحظوا هنا وركزوا معنا تصبح ماذا أنه هذا يأخذ قوته لوحده تصبح لنا نضع الخط الكسر هكذا تصبح لنا أربعة قوة ماذا؟ قوة ثلاثة وهذه تضرب في هذا لأن هذا لاحظوا هذا قوته واحد تصبح لنا ثلاثة في واحد اللي هي تصبح لنا أربعة قوة ثلاثة وهذه ثلاثة في ناقص عشرة ثلاثة في ناقص عشرة تصبح لنا في عشرة قوة ماذا؟ قوة ناقص ثلاثون في واحد وثمانون في عشرة قوة ماذا؟ قوة ثمانية المقام نفس الشيء أنه هذا يأخذ قوته تصبح لنا 12 قوة ماذا؟ قوة أربعة وهذا كذلك يضرب هنا تصبح لنا في 10 قوة ناقص 32 لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل إذن وبعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا عندنا كذلك أن الواحد والثمانون هو في الأصل ماذا؟ هو التسعة هو تسعة في تسعة وتسعة في تسعة التسعة هي ثلاثة مربع والتسعة الأخرى هي ثلاثة مربع تصبح لنا تسعة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة قوة أربعة إذا واحد وثمانون كي تعلموا يا أبنائي إنها ماذا؟ إنها ثلاثة أس أربعة دققوا أرجوكم تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آه مربع يساوي هكذا إذا تصبح لنا هذه تصبح لنا أربعة أس ثلاثة في ماذا؟ قلنا هذا كم؟ هي ثلاثة أس ماذا؟ أس أربعة وعندنا هذا يضرب في هذا تجمع الأسس عشرة قوة ناقص ثلاثون في عشرة قوة ثمانية تصبح لنا ماذا تصبح لنا عشرة قوة ماذا قوة ناقص اثنان وعشرون المقام هنا يمكن أن نقوم كذلك ب عشرة قوة أربعة ما هي هي ماذا هي ثلاثة في أربعة الكل قوة ماذا قوة أربعة هذا يأخذ قوته لوحده وهذا لوحده أصبح لنا ثلاثة قوة أربعة في أربعة قوة ماذا قوة أربعة معنا نكتب هنا ثلاثة قوة أربعة في أربعة قوة أربعة في عشرة قوة ماذا قوة ناقص اثنان وثلاثون هنا الأمر أصبح جد بسيط أول شيء نلاحظ أن هذا وهذا قد ذهب وننزع من هنا ثلاثة قوة أربعة ومن هنا ثلاثة قوة أربعة في المقام ماذا يصبح ركزوا معنا هذه حتى لا تخطيط أموركم هذه أربعة قوة أربعة في الأصل ما هي هي أربعة أس ثلاثة في أربعة لهذا نختزل هذه مع هذه ماذا يبقى لنا يبقى لنا يساوينا عشرة قوة ناقص اثنان وعشرون على ماذا على أربعة في عشرة قوى ناقص 32 يساوي لنا ماذا؟ 1 على 4 في 10 قوى ناقص 2 عفوا قوى ناقص 22 في هذه اي اي عدد اذا انتقل من المقام الى البسط تغير اشاره قوته، ماذا؟ تصبح هنا 10 قوى 32، اعيد اي عدد اذا انتقل الى البسط تغير اشاره قوته، ليس هو 10 قوى ناقص 32 اذا تحول الى البسط تصبح هنا 10 قوى اثنان وثلاثون بعدما كانت ناقص اثنان وثلاثون تصبح لنا ا آه مربع يساوي الآن هذه يمكن أن نحسبها بالآلة الحاسبة هي صفر فاصل خمسة وعشرون وهنا نجمع هذه القوى تصبح لنا في عشرة قوة ماذا؟ قوة عشرة لكن هو قال كتابة علمية الكتابة العلمية أنه هذه نزيح الفاصلة إلى هنا لأن الكتابة العلمية أنه هذا هذا كتابة علمية لأي عدد إذا كان إكس عدد عشري هي أ في عشرة قوى N حيث هذه القيمة المطلقة ل A تكون محصورة ما بين أقل تماما من عشرة وأكبر أو يساوي واحد معنى هذا الـ A يجب أن يكون واحد فاصل اثنان فاصل 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 خمسة فاصل ستة فاصل فاصل ثمانية فاصل تسعة فاصل عشرة وما فوقها لا يجوز، لا يصل إلى عشرة وكذلك يمكن أن يكون عدد سالب، ناقص واحد فاصل ناقص أما صفر فاصل فلا يجوز، لهذا هذه صفر فاصل وعشرون لا يمكن أن نكتبها كتاب، لا نقول أنها كتابة علمية إلا بعد أن نحول فاصلة من هنا إلى هنا. يقول أحدكم لماذا لا تحولها إلى 25؟ لأن قلنا يجب أن يكون هذا العدد محصور ما بين الواحد والعشرة، تصبح لنا كم نحول الفاصلة إلى هذا المكان، تصبح لنا اثنان فاصل خمسة في عشرة قوة ماذا؟ بعدما كانت قوة عشرة ثم نزيح الفاصلة قلت من هذا المكان إلى هنا لأن قلت الاتجاه وهكذا نضع ناقص في عشرة قوة ناقص واحد تصبح لنا أ مربع يساوي كم؟ اثنان فاصل خمسة في عشرة قوة ماذا؟ قوة تسعة هذه هي الكتابة العلمية لأ مربع أرجو قد فهمتم الآن كيف وجدنا الكتابة العلمية إذا هذه ليس كتابة علمية ولو وضعنا 25 في 10 قوة 2 في 10 قوة، 10 في 10 قوة 10 في 10 قوة ناقص لا يجوز لأن العدد هذا يجب أن يكون قلت محصور ما بين 1 فاصل وتسعة فاصل أما العشرة لا يمكن أن يصل إليها بعدما وجدنا هذا الأمر نأتي الآن إلى أو ثم أوجد قيمة الأ إذا وجدنا أ آه مربع إذا نقول هنا إيجاد قيمة أ، ركزوا هنا جيدا. إذا لاحظوا هنا جيدا، ماذا وجدنا أبنائي؟ وجدنا أنه أ مربع قلنا يساوي لنا واحد على أربعة في عشرة قوة ماذا؟ قوة عشرة. تذكروا هذا لما كنا نكتبه في هذا المكان. إذا قبل أن ناتي إلى هذه الكتابة يمكن أن نقوم بكتابة أخرى التي وجدناها أنه أ مربع يساوي لنا واحد على أربعة في عشرة قوة ماذا؟ قوة عشرة يمكن الآن أن نضع من هنا الجذر ومن هنا الجذر يقول هذاك لماذا يا يمكن وضع الجذر لأن لاحظوا من المعطيات أنه أ آه عدد حقيقي موجب بما أنه موجب يمكن وضع الجذر من هنا والجذر من هنا لأن أ آه مربع يصبح قيمة موجبة ومن هنا موجب لكن المعروف على أن أي عدد يكون مربع يعني أ آه مربع تحت الجذر إذا خرج يخرج لنا بالقيمة المطلقة لآ A، لكن بما أن آ موجب فيمكن نزع القيمة المطلقة حتى تفهموا جيدا، إذا أي شيء مربع تحت الجذر إذا خرج يخرج بالقيمة المطلقة، لكن بما أن قال آ عدد حقيقي موجب فيمكن التخلي عن القيمة المطلقة حتى نفهم جيدا، إذا فيصبح لنا آ يساوي، عندنا هذه في الأصل ما هي؟ هي واحد على اثنان مربع في ماذا؟ ركزوا جيدا حتى تفهموا وهذه 10 قوة 5 الكل مربع حتى تفهموا جيدا تحت تحت الجذر يساوي هذا يخرج من الجذر بنصف اللي هو واحد على اثنان وهذا بما ان هنا التربيع يخرج لنا كذلك ب 10 قوة ماذا قوة 5 ارجو قد فهمتم قلت 10 قوة 10 هي 10 قوة 5 الكل قوة اثنان حسب جداء القوتين اثنان في 5 هو 10 الان هذا التربيع يترك لنا 10 قوى 5 تخرج وهذا التربيع لاثنين يترك لنا الاثنين تخرج فيصبح لنا تساوي لنا ماذا تساوي لنا 0.5 في 10 قوى ماذا هو 5 الان يصبح لنا ا آه يساوي ماذا يساوي لنا هكذا اذا قلنا 0.5 في 10 قوى 5 1 2 3 4 5 اذا نعطي لهذه نعطي احد الاصفار الى هذه القيمه فتصبح لنا يعني بعدما نزيح الفاصلة الى هنا تصبح لنا خمسة في ركزوا جيدا في عشرة قوة ناقص واحد في عشرة قوة ماذا قلنا قوة خمسة لاحظوا جيدا فقط ركزوا ارجوكم نقطة نقطة يمكن هنا ان نتركها مكتوبة هكذا افضل انها عشرة قوة خمسة حتى لا الأمور الامور بعدما كانت الفاصلة في هذا الموضع حولتها الى هذا الموضع فتصبح لنا ا آه يساوي تساوي لنا خمسة في عشرة جمع الأسس عشرة قوة أربعة التي هي أ آه تصبح لنا تساوي لنا خمسون ألف هذه قيمة الأ يا أبنائي حيث قلنا أن أ آه تحت الجذر يخرج لنا بالقيمة المطلقة لأ حيث بما أن أ آه قيمة موجبة هاي من المعطيات فإن تصبح لنا هي هذه الكتابة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم التفسير للسؤال الثاني إذا وجدنا قيمة أ هي خمسون ألف أو خمسة في عشرة قوة أربعة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم ثمانية حيث عندنا بقية الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب يعني نكتب الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات الأولى ثانوي رقم واحد ثم يأتيكم ثاني اثنان إلى غاية سبعة حيث قال نص التمرين X عدد حقيقي موجب تماما قال نضع A يساوينا X ناقص واحد على X و B يساوينا X على X زائد واحد السؤال واحد قال أحسب الفرق A ناقص B ثانيا قال استنتج إشارة الفرق بين A ناقص B أو الفرق هذا اللي هو A ناقص B ثم قارن بين العددين A و B ثالثا قال استنتج مقارنة بين العددين جذر 2018 على 2019 وجذر 2017 على 2018 باستغلال نتائج هذا السؤال إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذا ننطلق أبنائي في الإجابة قلنا قال أحسب الفرق A ناقص B إذا ننطلق ونقول هنا حساب الفرق A ناقص B لاحظوا وانتبهوا إذا تصبح لنا A ناقص B يساوي نأتي بالـ A التي هي X ناقص واحد على X ناقص ال B الذي قيمته هي X على X زائد واحد أكيد نفكر في توحيد المقام إذا تصبح هنا هكذا توحيد المقام ما هو؟ أنه هذا يضرب في هذا وهذا في هذا ثم عندنا هذا يضرب في هذا حتى تفهموا الفكرة. إذا المقام المشترك أكيد هو إكس في إكس زائد واحد بما أن إكس ناقص إكس ضربناها إكس هذه ضربناها في هذا فأكيد هذا كذلك يضرب في هذا. هذه قواعد درستموها في المتوسط مع تصبح هنا إكس ناقص واحد ضرب ماذا؟ ضرب إكس زائد واحد. ثم عندنا إشارة هنا ناقص نكتب ناقص وعندنا قلنا هذا في هذا اللي هو كم اللي هو إكس في إكس هكذا نكمل تصبح لنا أ آه ناقص ب يساوي المقام نتركه اللي هو إكس في إكس زائد واحد أما البسط يمكن أن ننشر هذا في هذا يصبح لنا إكس مربع ثم في هذا يصبح لنا زائد إكس ثم هذا في هذا يصبح ناقص إكس ثم عندنا هذا في هذا يصبح ناقص واحد ثم عندنا هكذا ثم ناقص هذا إكس في إكس ماذا يعطينا يا ابنائي إذا إكس في إكس يعطينا إكس مربع أكيد ماذا ينتج أنه هذا مع هذا وهذا مع هذا فماذا يتصبح تصبح لنا أ آه ناقص ب يساوينا كم يساوينا ناقص واحد على إكس في إكس زائد واحد وهو الجواب إذا ها هو الفرق فقط أبنائي بعدها ماذا جاء؟ جاء السؤال الذي بعده قال استنتج إشارة الفرق A ناقص B إذا هنا إذا جئنا وقلنا هكذا نكتب هنا عنوان استنتاج استنتاج إشارة الفرق من هو الفرق الذي هو A ناقص B إذا لاحظوا نقول هكذا لدينا لدينا مما سبق إذا نكتب بخط أوضح إذا لدينا مما سبق أن ماذا أن أ ناقص ب يساوي ناقص واحد على إكس في إكس زائد واحد تابعوا جيدا <applause> إذا هذه هي النتيجة التي وجدناها من ال... لكن هنا لاحظوا جيدا قال إكس عدد حقيقي موجب تماما نقول ولدينا ولدينا ماذا لدينا أن A إكس أكبر تماما من الصفر علينا أن نبحث عن إشارة هذه القيمة إذا إكس موجب تماما وعندنا إكس لو نضيف زائد واحد كذلك يبقى موجب تماما إذا ركزوا جيدا إذا قلت إكس موجب تماما من المعطيات لو نضيف إكس زائد واحد يبقى دائما قيمة موجبة لو نضرب هذا مع هذا بالضرب بالضرب طرف لطرف تصبح لنا إكس في x زائد واحد تبقى لنا كذلك قيمة موجبة ثم لكن نحن عندنا لاحظوا x في x زائد واحد جاءت في المقام نطبق خاصية التي هي المقلوب المقلوب يقول الكثير منكم يا أستاذ يقلب المتباينة يا أبنائي مع الصفر لا يقلب عندنا قاعدة إذا كان عندنا A آه يختلف أكيد ينتمي إلى R آه ما عدا الصفر فإن واحد إذا كان عندنا A آه إذا كان عندنا أ قيمة موجبة فواحد على أ يبقى قيمة موجبة هذه احفظوها أرجوكم مقلوب العدد مقلوب عدد بالنسبة إلى الصفر لا يتغير أ موجب إذا قلبناه يبقى لنا أ موجب كذلك هذا العدد إذا جعلنا له المقلوب يبقى كذلك موجب لأنه موجب تصبح هنا واحد على إكس في إكس زائد واحد يبقى لنا موجب لو كانت مثلا عندنا هكذا ركزوا لو كان عندنا مثلا أ أكبر من اثنان هنا لو جعلنا المقلوب يصبحنا واحد على أ يصبحنا أصغر من واحد على اثنان لكن مع الصفر لا مع الصفر تبقى المتباينة محافظة على اتجاهها لكن هنا عندنا ماذا عندنا ناقص واحد نقول نضرب الطرفين طرق. نضرب في ماذا في ناقص واحد أكيد الناقص ماذا يحدث للمتباينة أو يقلبها إذا لما نظر في ناقص واحد ماذا تصبح؟ تصبح ناقص واحد على إكس في إكس زائد واحد قيمة كيف هي؟ سالبة أرجوكم انتبهوا إذا فأعطت لنا ماذا؟ أعطت لنا إذا قال هو إشارة انظروا إذا هذه القيمة وجدناها سالبة أعيد أبنائي إذا قلنا إكس قيمة موجبة من المعطيات اكس زائد واحد يبقى موجب لو نضرب طرف لطرف هذا في هذا وهذا في يبقى موجب ثم المقلوب مع الصفر لا يقلب المتباينة ثم نضرب في الناقص واحد فتنقلب المتباينة ومنه ماذا نتج ومنه أصبحت لنا أ ناقص بي كيف هي قيمة سالبة لماذا أبنائي لأن عندنا أ ناقص بي قلنا يساوينا هذا القيمة إذا وإشارة هذه القيمة كيف هي سالبة ثم قال ثم قارن بين العددين أ و إذا هنا يمكن أن نقول نضيف هنا المقارنة المقارنة بين أ و B هنا أمر جد بسيط نقول هكذا لدينا ماذا لدينا لدينا أن أ ناقص قلنا ب قيمة كيف هي سالبة لو ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح أ أقل من ب ها هو وجه المقارنة أن ب هو الأكبر من أ و A الأصغر من ب فقط أبنائي إذا بعدما أنهينا مع هذا السؤال وقد برهنا أن الأ أصغر من بي، ما معنى الأ أصغر من بي؟ حتى نفهم الفكرة، معناه تصبح لنا هكذا، ركزوا أبنائي، معناه تصبح لنا، لاحظوا حتى تفهموا، إذا قلنا أ أقل من بي، معناه تصبح لنا هكذا، إكس ناقص واحد على إكس أقل من ماذا؟ من إكس على إكس زائد واحد، يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ أ هو أ أقل من بي، ها هو البي. إذا أ ناقص أقل من بي معناه إكس ناقص واحد على إكس أقل تماما من إكس على إكس زائد واحد. هذا هو الأمر الذي استنتجناه. ثم جاء السؤال الأخر قال استنتج مقارنة بين العددين. إذا نكتب هنا استنتاج مقارنة بين ماذا؟ بين العددين. من هم العددين الذين هو جذر 2018 على 2000 و على 2019 والعدد الآخر الذي هو 2017 على 2018 تحت الجذر اللي هو هكذا ركزوا هنا السؤال جاء بصيغة استنتج معناه سوف نبنيها على هذا السؤال لاحظوا جيدا ماذا نقول نقول نلاحظ نلاحظ أن ماذا أن العدد اللي هو 2018 على ماذا على 2019 يساوي لنا ماذا ركزوا هنا أرجوكم يساوي وثمانية 2018 على 2018 اكيد زائد واحد مكتوب مكتوب على ماذا على الشكل ما هو الشكل الذي مكتوب عليه مكتوب على الشكل ب باخذ اذا مكتوب على الشكل على الشكل ماذا على الشكل اكس على اكس زائد واحد مع اكس هنا كم نعطي له اسمعوا جيدا اكس نعطي له 2000 2018 يقول أحدكم لم أفهم. هذه الكتابة اللي هي 2018 على 2019 ما هي؟ هي 2018 على 2018 زائد واحد مكتوبة على شكل ماذا؟ مكتوبة على هذا الشكل، انظروا لو وضعنا هنا وضعنا هنا إكس وهنا إكس تصبح لنا مكتوبة إكس على إكس زائد واحد الذي هي على شكل بي. لاحظتم؟ هذا الأمر أول. ثم نعود كذلك إلى ونلاحظ أن ماذا؟ أن 2000، 2017 على 2018 مكتوبة على الشكل 2018 إذا قلت 2018 ناقص واحد على 2018 مكتوبة أو مكتوب على الشكل ما هو الشكل؟ الذي هو إكس ناقص واحد على إكس مع ماذا؟ مع قلنا إكس في هذه الحالة كذلك يأخذ لنا 18. نحن نملك ماذا ومع إذا نقول هكذا و بما ان عندنا اكس ناقص واحد على اكس اقل تماما من اكس على اكس زائد واحد ها هو ذلك الكلام فان ماذا فان تصبحنا الكتابه التي هي الفين وثمانيه عشر على الفين وتسعه عشر على 2019 التي هي هذه أو بنفسها هذه أكبر تماما من 2017 على 2018 يقول أحدكم لم أفهم هذا هذا العدد مكتوب على هذا الشكل وهذا العدد مكتوب على هذا الشكل اسمعوا جيدا إذا أعيد هذا مكتوب على هذا الشكل وهذا العدد مكتوب على هذا الشكل فماذا ينتج؟ ينتج أن 2018 على 2019 أكبر من 2017 على 2018 لكن ماذا نملك كذلك؟ لكن كلاهما عددان موجبان لكن 2018 على 2000 على 2019 قيمة كيف هي؟ قيمة موجبة وكذلك 2000 و 2017 على 2018 قيمة كيف هي موجبة. إذا هذا موجب وهذا موجب فيمكن إدخال عليهم الجذر. معناه هذا العدد نفسه نقول هكذا و ومنه إذا ومنه ماذا نستنتج لو أدخلنا من هنا الجذر ومن هنا الجذر فتبقى القيمة كيف هي أو الإتجاه لا يحدث له شيء. إذا أعيد كلاهما وجدناه مكتوب لهذا قال استنتج يعني لا يمكن أن نحسب بالآلة الحاسبة وما شبه ذلك إنما نطبق خاصية هذه x على x زائد واحد أكبر من x ناقص واحد على x التي هي هذا هو هذا وهذا هو هذا ثم كلاهما موجبان بما أن العددان موجبان فيمكن إدخال عليهم الجذر ذكرت موجبا لأن حتى أدخل عليهم الجذر ها هو قد قارنا بينهم فأصبح هذا أكبر من هذا أما من يأتي بالآلة الحاسبة ويحسب هذا ويحسب هذا يقول نجد أن لا هو أراد منا عملية الاستنتاج وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم سبعة حيث باقي الأرقام موجودة على قناتنا اللي هي قناة الأستاذ نور الدين في اليوتيوب قال ليكن المجموع آس بحيث S يساوي لنا واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة زائد زائد إلى غاية ألفين وأربعة زائد ألفين وخمسة زائد ألفين وستة إذا المجموع من واحد إلى ألفين وستة السؤال ألف قال أحسب المجموع S ب قال أحسب العدد التالي الذي اسمه إير الذي يساوي لنا ألفين وستة مربع ناقص ألفين وخمسة مربع زائد ألفين وأربعة مربع ناقص ألفين وثلاثة مربع زائد ألفين واثنان مربع ناقص ألفين وواحد مربع إلى غاية زائد زائد إلى غاية أربعة مربع ناقص ثلاثة مربع ثم زائد اثنان مربع ناقص واحد مربع إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال أحسب المجموع أس إذا نكتب هنا عنوان حساب المجموع الذي اسمه أس دققوا أرجوكم نقطة نقطة لدينا أن الأس هو واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة زائد زائد إلى غاية ألفين وستة لاحظوا نقول نكتب هكذا نكتب اس بماذا بترتيب بترتيب مخالف فنجد ما معنى ترتيب مخالف لاحظوا معناه نقول أن اس يساوي ألفين وستة زائد ألفين وخمسة زائد 2004 زائد إلى غاية زائد أربعة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد لأن الجمع عملية تبديلية نقول واحد زائد اثنان زائد 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 إلى غاية ألفين وستة أو نقول ألفين وستة زائد ألفين وخمسة يعني كأنما نقرأها هكذا لهذا قلت بترتيب مخالف الآن نقول نجمع أس زائد أس طرف لمن؟ لطرف، كيف ذلك؟ معناه نجمع هذا مع هذا، إس زائد إس كم يعطي لنا؟ يعطينا اثنان إس، إذا إس زائد إس قلت يعطينا لنا اثنان إس، ثم الجهة الأخرى ماذا تصبح؟ هذا زائد هذا واحد زائد ألفين، إذا نكتب واحد زائد ألفين وستة زائد ماذا؟ زائد اثنان زائد ألفين وخمسة. ثم زائد ماذا؟ زائد ثلاثة زائد ألفين وأربعة إلى غاية ماذا؟ قلت هنا نكمل إلى غاية ماذا؟ إلى غاية أن هذا مع هذا اللي كم؟ نكمل إذا نقول زائد إلى غاية إلى غاية ألفين وأربعة زائد ثلاثة ثم زائد ألفين ألفين وخمسة زائد ماذا؟ زائد اثنان. ثم زائد ألفين وستة زائد واحد يعني طرف لطرف الآن يصبح لنا اثنان إس ماذا يساوي؟ ألفين وستة زائد واحد هي ألفين وسبعة ثم ألفين وخمسة زائد اثنان هي ألفين وسبعة زائد إلى غاية هنا كم تعطي لكم؟ ألفين ماذا؟ وسبعة ثم آخر حد كذلك اللي هو ألفين وسبعة ما معناه؟ معناه كل الحدود لما تجمع هذا مع هذا ألفين وسبعة وهذا مع هذا 2007 كلهم يعطينا 2007 لكن كم من مرة يعني من هنا إلى غاية هنا لاحظوا لو نقول من واحد إلى غاية ستة كم يوجد لنا من حد؟ واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة معناه يوجد لنا كم؟ ست حدود يعني من واحد إلى ستة يوجد لنا ستة الآن من واحد إلى ستة ألفين عشر كم يوجد؟ أكيد يوجد لنا ألفين عشر أرجو قد فهمتم من واحد إلى ستة كم يوجد؟ يوجد لنا ستة من واحد إلى ألفين وستة يوجد لنا ألفين وستة مرة ألفين وستة مرة بعدها ماذا يمكن أن نقول؟ تخيلوا الآن لو كانت نعتذر هكذا لو كانت ألفين وستة ألفين وسبعة زائد ألفين وسبعة تبعنا اثنان في ألفين وسبعة الآن بما أن ألفين وسبعة تكررت كم من مرة ألفين وستة فنقول اثنان إس يساوي لنا 2006 ضرب 2007 ارجو قد فهمتم لان لو كانت عندنا اكس زائد اكس زائد اكس ماذا نقول نقول 3 اكس لو كانت عندنا 2007 و2007 كم من مره 2006 نقول 2006 في 2007 لان تكررت هذه 2007 2006 مره ومنه ماذا ينتج يصبح لنا اس يساوي لنا 2006 ضرب 2007 على ماذا على 2 بعد ما نجري الان بالاله الحاسبه يصبح لنا اس كم يساوي لنا يساوي لنا مليونين و عشر الف وماذا و ما نسميه هو واحد وعشرون هذه لما تحسبونها بالآلة الحاسبة فقط أبنائي بعدما أجرينا هذا السؤال وأجبنا عليه نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال أحسب العدد التالي إذا نكتب هنا حساب R هذا المجموع R لاحظوا جيدا وانتبهوا ار ودقيق نقول لدينا ماذا نملك نملك انه ا مربع ناقص ب مربع ماذا يساوي يساوي لنا ا ناقص ب ضرب ا زائد ب لاحظتم ما معنى معنى 2006 مربع ناقص 2005 مربع يساوي لنا 2006 ناقص 2000 وخمسة هكذا ضرب ألفين وستة زائد ألفين وخمسة هذا فيما يخص هذا مع هذا ناتي الأن إلى هذا مع هذا دققوا جيدا ألفين وأربعة مربع ناقص ألفين وثلاثة مربع ماذا تساوي؟ تساوي ألفين ناقص ألفين هكذا في ألفين وثلاثة زائد ألفين ماذا؟ و عفوا 2004 نرتب افضل حتى لا تخطيط عليكم الامور 2004 زائد 2003 هكذا ارجو قد فهمتم الفكره ننزل الان هكذا الى غايه هنا تصبح لنا 4 مربع ناقص 3 مربع يساوي لنا 4 ناقص 3 ضرب ماذا ضرب 4 زائد 3 ثم ننزل الى اخر حد اللي هو اللي هو 2 مربع ناقص 1 مربع يساوي إثنان ناقص واحد ضرب ماذا ضرب إثنان زائد واحد الان لو نأتي الان ونجمع الان عموديا هكذا هكذا نجمع عموديا بالجمع طرف لمن لطرف الان ركزوا تصبح لكم هكذا لاحظوا هذا مع هذا الفين وستة ناقص الفين وخمسة مربع زائد 2004 مربع ناقص 2003 مربع إلى غاية هنا أليس ركزوا جيدا أليس هذا المجموع هذا هو نفسه هو هذا نعم وهذا بطبعه ما هو هو R أرجو قد فهمتم الآن نأتي هكذا نضع إذا أعيد لما تجمع هذه الجهة هذه الجهة أقوم بجمعها هكذا كما أقوم بتحييزها باللون الأخضر أليس هذه هي نفس هذه وهذه بطبعها هي ماذا هي ار ارجو قد فهمتم الان تصبح لنا ار يساوي الان لاحظوا ابنائي نقطه نقطه في الجهه الاخرى ماذا سوف نتحصل اذا في الجهه الاولى لما جمعنا هذا الطرف مع مراعاة هذا قلت هذا كم تحصلنا؟ تحصلنا على هذا R أما الطرف الآخر على ماذا نتحصل؟ نتحصل على 2006 ناقص 2005 كم؟ هي واحد واحد في كم؟ في ألفين وستة، إذا ألفين وستة زائد ألفين وخمسة هكذا، ثم زائد، نأتي الآن إلى هذا، هذا ماذا يعطي لكم؟ ألفين وأربعة ناقص ألفين وثلاثة هي واحد، سبحان واحد في ألفين وأربعة زائد ألفين وثلاثة. ثم زائد ناتي الآن زائد 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 إلى غاية نقول هنا هكذا زائد إلى غاية ماذا لاحظوا إلى هنا تصبح لكم واحد في أربعة زائد ثلاثة ثم زائد نأتي الآن إلى هذا تصبح هنا واحد في ماذا في واثنان زائد واحد الآن دققوا أرجوكم وانتبهوا الآن أصبح جد بسيط فيصبح لنا هكذا إذا قلت فيصبح لنا آر يساوي ألفين وستة زائد ألفين وخمسة لأن هنا ضرب في ماذا؟ ضرب واحد يعني لا يحدث شيء زائد الآن نأتي إلى هذا ألفين وأربعة زائد ألفين وثلاثة ثم زائد زائد إلى غاية انظروا هنا أربعة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد أليس هذه القيمة هي نفسها إس التي أعطيت لنا في الأول يقول أحدكم متى, متى حدث هذا؟ ها هو أمامكم انظروا أليس هذا هو إس؟ نعم فيصبح لنا ومنه ومنه إر ماذا يساوي؟ يساوي لنا إس أي أن إر يصبح يساوي لنا مليونين و عشر ألف وواحد وعشرون هذه هي قيمة قيمة R هذا يا ابني أرجو قد فهمتم إذا هنا ماذا طبقت طبقت المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة، فتحصلت لما جمعت هذا الطرف أعطى لنا R وهذا الطرف لما جمع طرفا لطرف كما أقوم هنا بالتحويط باللون الأخضر، أعطى لنا هذا وهذا بطبعه من هو؟ إنه المجموع آس الذي حسب في السؤال الأول فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدت من هذا الفيديو. كما ارجوكم الا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على امي الطاهره كما يمكنكم زياره صفحتنا على الفيسبوك انها صفحه الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله الى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته